حيشه. اسمه لك انا بقول اسمه لك حومتي. انا حومتي حومتي زنده زنده هاي زنده كيما يحبوا. ها كيما يحبوا والله شيء. سفيني هذا خليني نكون بعد الله. يجد مرة سيدي حط ضربها تسقلها يا والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادي عندي بدء نشكر قناة تيوب على الحضور تاعها والإشراف على هذه البطولة، يعني كما سبق لها يعني شرفت على البطولة الولائية اللي كانت تصفيات لهذه البطولة. الحمد لله اليوم عدد الحضور الولاية راه 8 ولايات رغم يعني العطلة والناس يعني خرجت عطلة. حضور العدد 8 ولايات، رياضيين راهو 200 رياضي من كل ولاية. مجريات اليوم يعني كانت تصفيات للأصابر فقط، غدا ان شاء الله راح نكملوا الاشبال، يعني في اشبال 2011 2010 يعني لاحظنا مستوى لا باس به هذه الفتره غير من البطوله اللي فاتت. هذه البطوله رقم 3 ان شاء الله لرياضه مانشستر. السلام عليكم، انا بيان حمو، جيت من ولايه الواد جنوب الجزائر. جيت لولايه الجزائر العاصمه من اجل بطوله بانشاكسيلات، وتحصلت على ميداليه برونزيه وراني فرحانه بزاف، وان شاء الله في المستقبل نتحصل على بزاف ميداليات ونربح رايه بلادي. السلام عليكم، اسمي مروان مخلوفي من ولاية الجزائر. شاركت في بطولة بانشاك صيبات، تحصلت على المرتبة الأولى وزينة كفاءات وردية والشرفة توعي. السلام عليكم، اسمي سالي مايا هادي، شاركت في بطولة بانشاك صيبات في ولاية الجزائر. الحمد لله تحصلت على مركز ثاني في ميدالية فضية، إن شاء الله نزيد من أكثر في المستقبل ونفرح بلدي. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.